يوجب بفتح الجيم يعني ما يوجبه قتل العمد. ما الذي يوجبه قتل العمد إذا ثبت ووجد؟ قال: فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. الولي المراد به ولي الدم، وولي دم المقتول هم ورثته، فورثة المقتول مخيرون بين أمرين: إما القتل قصاصا للقاتل، وإما أن يأخذوا الدية. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. ومعنى يفدي يعني يأخذ الفداء، والفداء هو الدية، والحديث في الصحيحين.